بإسدال الستار على النصف الأول من عمر بطولة الرابطة المحترفة الأولى في موسمها السادس، جاءت بعض الإحصائيات لتكشف نوايا بعض الأندية عن مخططاتها مع سبق الإصرار والترصد في العودة إلى منصات تتويج يوم يكرم المرء أو يهان. ومن بين هذه الفرق التي دأبت على وضع بصمتها في الدوري النادي العاصمي شباب الوزداد هذا الآخر، وبلغة أرقام نتائجه المحققة نصب نفسه وصيفا خلف الرائد اتحاد الجزائر بفارق 10 نقاط. على السيار بي رانا مليح ان شاء الله في دوزيام، ان شاء الله في الروتون، ان شاء الله انا نستنى اكثر يا اخو. الجوار فري لاباس وفري منسجمين وملاح. والله فاس علي الحمد لله رانا ملاح بارابول العام اللي فات والعوام اللي فاتوا كيفاش كانت الاخر. هذا العام صافا رانا طامعين ان شاء الله فيها تكون فيها كوب ان شاء الله بالك دوزيام بلاص في الشامبيون. تشريح مشوار ابناء العقيبه اثبت جدارته بهذا المركز، فالشباب الذي خاض 15 مباراه جنى خلالها 26 نقطة من 7 انتصارات و5 تعادلات فخسارتين لا غير كأقل أندية الدوري المحلي تعرضا لها. تعداد البلوزداديين المرادف لمصالح التغيير وبنسبة كبيرة انعكس على أدائه ونتائجه على حد سواء، والمحصلة الوصول إلى شباك الخصوم في 24 مناسبة كثالث أقوى خط هجوم بعد الجارين العاصميين الاتحاد والمولودية، منها سداسية لكل من معزة ونقاش فيحيى شريف، فيما استقبل مرمى عسلة 12 هدفا حصيلة وضعته ضمن الربع الأقوى دفاعيا. يا خويا إن شاء الله يزيد لهم ربي طريق طويلة ونطرين كتر خيره. سنة كاش شامبيون دافريك ولا كاش كذا ولا كنا نسمعوا فيهم في المروك كانوا يديروا ريزلطة يا أخو، ربحوا 6 ماتش وداروا ماتش، ربحوا 5 ماتش وداروا ماتشين يعني. لتكون أمان يعشق السيربي هي المواصلة على نفس النسق في جبهتي الدوري والكأس في منافسة شعارها البقاء لصاحب النفس الطويل.